الفاني ودمرته. طيب ليه المصري القديم ما رممش ابو الهول الثاني على حسب نظريتي؟ ليه ما رممهوش بعد ما الصعقه ضربته؟ هو دي مش معبوده؟ هي دي مش كانت من الطقس الديني؟ فازاي يسيب معبوده تمثال لمعبوده مكسر؟ ازاي ما رممهوش وهو كان استاذ النحت وكان استاذ الترميم وكان استاذ البناء كما نعلم جميعا في مصر القديمه؟ انا هقول لكم ليه السبب ما رممهوش من وجهه نظري، هو ان هذه الصاعقه اتت من السماء، وبالتالي ربما يكون المصري القديم قد اعتقد ان هذا قرار من السماء، فبالتالي انا ما رممش حاجه السماء قررتها. لو كانت السماء نزلت بصاعقه على هذا التمثال يبقى ده قرار السماء ولا رجعه فيه، وبالتالي ما اقدرش ارممه. ده من وجهه نظري. اخيرا بالنسبه للاجابه على سؤال سيادتك بالنسبه لموضوع المدن وعدم وجود اي ادله بالنسبه للي قالوا ان في مدن تحت ابو الهول، تاني دليل هقول لكم ليه لا ليه ما فيش مدن تحت ابو الهول، ان منطقه الغرب، منطقه الاهرامات دي يا جماعه منطقه غروب، الاتجاه بتاع غروب الشمس، والمصري القديم في اغلب حالاته ليس كلها لكن في اغلبها بنسبه كبيره جدا دفن في جبانات في غرب النيل، علشان الشمس بتغرب انا كمان هغرب زي الشمس، انا كمان سوف اترك هذا الافق واذهب الى الافق الاخر اللي هو الحياه الثانيه بقى اللي هو الحياه الابديه، ولكني سوف اشرق ثاني يوم. يعني روحي هتروح في رحله وبعدين الجسد المحنط سوف يذهب الى العالم الاخر، والجسد دوت سوف يصل عن طريق التحنيط، عشان كده كان لازم الجسد يحنط علشان الروح تجد جسد تخش فيه، لو ما لقيتش الجسد يبقى التماثيل تبقى يعني نوع من انواع بدل يعني بدل الجسد. فاذا الغرب هو الدفن الا في حالات زي بني حسن وتل العمارنة في المنيا وكده، دي عملوها في الشرق لما كانش فيه جبال في الغرب، لكن على اي حال وادي الملوك هتلاقوه في الغرب، وادي الملكات هتلاقوه في الغرب في الاقصر، وادي النبلاء هتلاقوه في الغرب، الاهرامات اغلبها اذا ماكن كلها في الغرب، عندنا حتى وادي العمال في الغرب، دير المدينه في غرب الاقصر. فاذا ابو الهول والاهرامات الثلاث وبقيه الاهرامات في الجيزه في الغرب، يبقى ده مش مكان مدينه، ده مش مكان معيشه، ده كان مكان للطقوس الدينية التي لا علاقة بالموت، لا علاقة بالدفن، لا علاقة بالحياة الأخرى، لا علاقة بالعالم السفلي. بالنسبة لمصر القديم ورحلته اللي هي كانت تستمر 24 ساعة 12 ساعة ضوء و12 ساعة ضلمة كما اعتقد المصري القديم، فأي شيء له علاقة بالحياة بصعوبة جدا ممكن تلاقيه عند أبو الهول، وبالتالي حكاية مدينة الناس تعيش فيها عند ابو الهول او تحت ابو الهول، هذا ضرب من او ضرب من الخيال غير مقبول بالنسبه للطقس المصري. ولكن نعم، ولكن لا يمكن ان نتحدث عن تمثال ثاني لابو الهول دون ايضا ان نتحدث عن التمثال الموجود حاليا. ما هو سر ان هذا التمثال استاذ بسام يعني ممثل بنصف انسان ونصف حيوان، وما سر وجود التمثال في هذا المكان؟ الحقيقه يا استاذ اشرف وكل مشاهدينكم الكرام، انا عايز اقول لكم جمله لما تيجوا تتعاملوا مع الاثار المصريه والتاريخ المصري، هي جمله عجيبه بس هتجدوها جمله صحيحه. اشهر الاسماء في مصر القديمه هي اكثرها غموضا. يعني مثلا شوف احنا عملنا كام حلقه وشوف كام حلقه اتعملت في العالم عن خوفو، هذا الملك صاحب هذا الهرم الذي تتعدى أحجاره بمليون حجر، وهو التمثال الوحيد حتى الآن الذي تم اكتشافه هو تمثال صغير بهذا الحجم. تخيلوا بقى اللي عمل هرم أو صاحب هرم 6 مليون طن إلا وزن، تمثاله الوحيد المثبوت حتى الآن هو بهذا الحجم كما أريكم بأصبعي. نفرتيتي زوجة أخناتون غامضة جدا لحد دلوقتي احنا مش متأكدين مين أهلها. مثلا
بالنسبة لي غير مقنعة شوية. لكن دعني أفكر لكم مفاجأة في RT أونلاين. لا يوجد في خلال الأربعين عام الماضية اللي قرأت فيها تاريخ بمنتهى التواضع، لا يوجد نص واحد وقع في إيديا في مصدر معتبر يقول لي أن في نص مصري قديم بيقول إن أبو الهول بتاع مين. ما عندناش. لا يوجد نص يقول أنا الملك فلان نحت أبو الهول. مفيش. فكون أنت تقول أنه لقاع إفرع أو لخفرع صاحب الهرم الثاني في هضبة الأهرامات اللي بجانب خوفو ده وبجانب منكورة من الأسرة الرابعة، يبقى ده اقتراح كعالم معتبر على عيني وعلى رأسي. طيب لو أنت قلت أنه خفرع اللي هو جاء بعد جاد إفرع وجاد إفرع جاء بعد خوفو، يبقى الأسرة الرابعة كده يا جماعة. الأسرة الرابعة سنافرو عمل أهرامات كتيرة، من هرمين في منطقة اسمها دهشور بجانب سقار بجانب الهرم المضار. سنافرو هو أبو خوفو. خوفو جه بعد سنافرو حكم مصر وهرم خوفو الشهير. بعد خوفو جه جد إفرع عمل الهرم بتاعه في حتة اسمها أبو رواش ما بتشوفوش بجانب خوفو. ليه؟ لأن هرمه في حتة اسمها أبو رواش حتة تانية. بعد جد إفرع ما حكم 8 سنين جه خاع إفرع اللي هو خفرع. بعدين من